إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، اليوم بنياتي هذا الفيديو غادي يكون حتى طلب واحد المتتبعه من ايطاليا اللي سميتها زهرة. هذه السيده اللي سميتها زهرة في ايطاليا عندها واحد المشكل ديال هبوط الرحم، هبط لها الرحم اللي قال لها الطبيب هبط لك للدرجه الثالثه، يعني ولات الوالده ديالها هابطه بزاف. ومني شافت القناه ديالي ودخلت وشافت الفيديوهات اللي حطيتي تاع نزول الرحم باش يطلع كيفاش يطلعوه، حيت انا كندير هاد الفيديوهات خصيصا للبنات اللي في برا اللي ما كيكونش عندهم العيالات اللي غادي يهزوا ليهم. درت الفيديو الاول والفيديو الثاني. الفيديو الاول اللي هو الحركات اللي غديرهم باش غتهز بهم الرحم ديالها، وايضا الفيديو الثاني اللي هو كتدير واحد البخار بالريوت وبالحرمل حتى هو كيطلع الرحم اللي كان عندهم هذا المشكل، وشي حركات درتهم وريتهم لهم في هذاك الفيديو. مني طلعت لها الوالده إيه، ولكن ولات عندها الدرجه الثانيه، ودوك دوات معايا قالت لي خالتي الا كان شي حاجه قلت لها كاينه واحد الحركات ان شاء الله غنوريهم لك خصيصا لبنتي ولنياتي اللي عندهم هذا المشكل، هاد الحركات اللي ما درتهمش في الفيديوهات السابقين غنديرهم لكم اليوم المشكل اللي عنده هذا المشكل. وهاد الحركات كيديروهم للسيدات النفسات النفسات اللي كيكون يلاه كيولدوا، كيديروهم اليوم في الاسبوع الاول كيولدوا طبيعي، كيديهم الحمام المغربي ديالنا وتيديروا لهم هاد الحركات باش يعقبوا لهم الرحم ديالهم بلاصه، لان في الوقت الولاده كيكون كيهبط الرحم كثير الولاده العاديه راه كيتمحنوا فيها العيالات، يعني راه كيهبط الوالده كامله كتهبط وخاصها ترجع، كيديروها لهم في الحمام تطلعوا لهم هذه الطريقه كيديروها لهم في الحمام. واليوم بنياتي غنديرها للسيده هذه، قالت لي غادي نديرها لي خالتي فيديو باش نشوفها. انا بنياتي خاصني ندير هذا الفيديو للسيدات المنتسبات لدينا اليوتيوب ديالنا الانتساب باش ندير لكم فيديو خصيصا باش ما يشوفوا حتى شي حد، يكون لكم خصيصا، ولكن ما كتنتسبوش لان الانتساب راه ماشي مصلحه لينا، مصلحه لكم حتى نتوما الا بغيتوا شي طلبات اللي ينفذها لكم مول القناه تكون خصيصا ودير لكم فيديو خصيصا نديرها لكم، فلا باس على دخلتوا وانتسبتوا بواحد القدر قليل ديال المال ماشي كثير، ماشي حنايا اللي درنا هذا من اليوتيوب باش حنايا ما تبقاش هذوك الاسئله اللي كتقولوا في التعاليق ما كافياش، خاصكم نوريكم عمليا باش تشوفوا وتابعوا معايا الفيديو من الاول الى الاخر. دابا بنياتي غنوريكم الطريقه اللي كنديروها ايام زمان، تبعوا معايا من الاول الى الاخر ان شاء الله. بسم الله على بركه الله غنوريكم بنياتي كيفاش غادي ديروا. اولا غنشد السيده بحال هكايا، نهز ليها رجليها بحال هكايا، السيده بحال هكايا قبل ما ندير ليها، هادشي كيكون على الصباح الباكر بدون فطور هانتوما، وغندير لها واحد المخيدات بحال هكا تحت منها بحال هكا، مخيدات بحال هكايا، مخيدات بحال هكايا. بعد ما درت المخدة تحت منها هانتوما كتشوفوا السيده غدير المخدة تحت منك، انا كندوي معاك اختي زهرة بسم الله على بركات الله. كما قلت لكم بنياتي غديروا هاد المخدات، انا درت المخدات باش غنوريهم لكم تتشوفوهم مخدات باش تعلي المؤخره ديالك تعلم مزيان والوالده ديالك كتكون عاليه مزيان. هذه الطريقه اش غادي نديروا غنقول لكم بنياتي اش غديري، هذه الطريقه اللي ما درتهاش في داك الفيديو، هذه الكماله ديال الفيديو السابق، مبغاش نمسد ونطلع وندير زيت العود في الكرشه وداك الشيء، لا صافي درتو في داك الفيديو. دوكا غنقول لكم الحركات اللي ما درتهمش، الحركات اللي ما درتهمش غتشدي هاد القدم غتضربيه بحال هكايا، ضربيه مزيان ضربيه مزيان بحال 5 دقائق، وضربي هاد القدم ثاني 5 دقائق باش 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 العروقه وتمسدي باش العروقه ديال الوالده كتعقب، لان هاد الوالده واحد المره البنات كيقول لي علاش ما علاقه بالرجلين، كنقول لهم العروقه ديال الرجلين عندهم علاقه بالرحم ديال المراه. بحال هكا كتبقى تمسدي واحد 5 دقائق
ملي كتنجدي 5 دقائق اش غادي نديرو؟ غادي نديرو طريق هذا اش غنهزو بها لي السيده اللي عندها درجه الثانيه ولا الثالثه، وكتحاولي تهزي السيده بحال هكايا، يعني تكون خاصها تكون السيده صحيحه. غنقول لكم تهز السيده بحال هكايا وكتسوسها، يعني كتسوسها لما قدرتيش تهز معاها وحده اخرى من كل البلاصه، يعني كتسوسها تسوسها كتسوسها مزيان، وكتشد واحد الخيده بحال هكايا اللي تكون رطبه بحال هكا، ما تقصهاش السيده ودي لها بحال هكا بحال هكا، وانت كتسوسي كديري بحال هكا. هذه هي الطريقه اللي باش تعقبي ان شاء الله الواده، هاك كديري بحال هكا حتى كتكملي، كدير واحد 5 دقائق وكتجي بحال هكا، كتجي السيده بحال هكايا. انت غتصوب هادشي هي انا بطبيعه الحال، غتجي حنا قدام السيده بحال هكايا، وغادي غدير رجليها هنا، دير رجليها هنا بحال هكايا، وتشد ليها يديها. غنقول لكم بنتي غتبعوا معايا بسم الله الرحمن الرحيم، غنتبرك السيده اللي غتهز الواده بهذه الطريقه، راه ديال الجدات. كديري رجلك في هاد البلاصه ديال المقعد، وكتشدي اليدين ديال السيده، اري يدك كتشدي اليد ديال السيده، وهي كتجر وانت كتدفعي، هي كتجر وانت كتدفعي بحال هكا. هذه الطريقه باش كتعقلك، وهذاك القدم كيكون محطوط في المؤخره، البلاصه اللي كنمشيو منها للطواليت، تما فين كتحطي القدم ديالك وكتدفعي، كتجري بجنب يديها بحال هكايا باليدين كلتا اليدين، جري مزيان وتعاودي تخلي 5 دقائق، وتعاودي تسرح الماء، وتعاودي تدفعي واحد 5 دقائق حتى كتحس بالماء انها رجعت ليها الواده الى بلاصتها. اش غنديروها بنيتي في هذه الحاله؟ هانتوما تبعوا معايا كلشي المراحل ان شاء الله. اش غادي نديرو؟ غادي نحزموها دوكا، صافي جمعناها صافي صوبناها، غادي نحزموها. بلا ما غنحزمها هي غنقول لكم انا الطريقه اللي غتحزموا بها، غتجيو تحت السره بحال هكايا وتحزموا بحال هكايا، تحزموا مزيان تحت الملابس السيده اللي هاد السيده زهره، تولي دائما هاد الحزام ما تحيدوش نهائيا، بالنهار دائما يكون محزوم، تهزي الوالده بحال الطريقه اللي وريتك، وايضا تحزمي تحت الملابس هذه، لان كيفاش ملي تشقاي وتناولي وكلشي ما طيحش تعاود تطيح، تحيديها الا في النوم، تتبغي تنعسي على تحيديها في الليل، الصباح ثاني كديري هاد الهزان، ملي كتهزيها كتعقبي ثاني الحزام لتحت. هذه الطريقه المثلى اللي انا قلت لكم بنياتي، اللي الطريقه اللي ما درتهاش، راه هذه الطريقه بنياتي، ونتمنى نكون وصلت لكم الطريقه بنياتي، ونتمنى بنياتي يكون وصلت لكم المعلومه. هاد المعلومات اللي وريتكم ديال الهزان الرحم بهالطريقه راه وريتها لكم، الا ما بانش لكم بوضوح سمحوا لي بنياتي، على تحفظا باش ما يكونش شي حاجه اللي هي خارجه على الحياء، وباش نبين اكثر من هذا الشيء، غير الفهم يفهم. انا شرحت لكم فمي فين تحطوا القدم ديالكم، كيفاش تجروا، كيفاش ديروا اي حاجه، وانتم كملوا من عقلكم. السيدات اللي كيبغيو هذا الشيء كعير بالهضره، الناس كيقولوا عام الهضره بلا تصوير وتفهموا الهضره فين غاده. ودوكا زهره بنتي نكون هندرت لك وشرحت لك شرحت لك، نتمنى يكون وصل لك هذاك الشيء كله، ان شاء الله يكون هذا هو السبب باش ان شاء الله ما دي لا عمليه لا والو. وغنقول لك بنتي الا ما رجعتش بهذه الطريقه، وكنتي ولدتي والده ودرتي وليداتك وبقات طايحه لك بهذاك الشكل اللي قلتي لي، احسن وافضل وعندك شي حاجه اللي هي كتعرفيها كتنزل لك الوالده، وخا طلعي كتعاود تنزل لك، لانك عندك شي حاجه اللي هي اشغال متعبه، عندك علاقه زوجيه متعبه، عندك بزاف حاجه متعبه، يعني احسن وافضل كنتي والده وليداتك حيدي الوالده احسن باش تهني، لان قلتي لي الطبيب قال لي لما عقبش بلاصه نحيد الوالده، لان الوالده حنا كخلقنا الله باش نولدو، ولا كانت مديرالينا مأطرين على صحتنا ومأطرين على حياتنا احسن تحيد. راه بزاف العيالات بزاف الناس اللي كاينين ديال برا، يعني العيالات الاوروبيات والميريكانيات وكلشي، عيال كيولدوا وليداتهم
وكيكملوا وليداتو كيمشيو يحيدوا الوالده، لان عارفين ديك الوالده هي مخبأ الامراض والميكروبات، وتنزل وتهبط وكتولي مريضه دائما دائما. ونقول لكم راه المراه اللي كتحيد الوالده ما كتنقص ليها حتى انوثه، ما كتنقص ليها انوثه، كتبقى هي هذيك. باش نقول لكم ابنياتي، اي امراه ما تخافش تقول الوالده لا غتمشي الوالده الانوثه، لا الوالده خلقنا الله باش نولدوا، الانوثه كتبقى في بلاصتها. وشكرا لبنياتي، وشكرا لبنياتي المتتبعات، وكنسلم على بنياتي داخل الوطن وخارج الوطن، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.